أهلا بحضراتكم متابعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج رأي. اسم محمد هو الأكثر شيوعا في العاصمة البلجيكية بروكسل، في مفاجأة لكثيرين، عاصمة أوروبية جديدة يكون اسم محمد فيها هو الأكثر انتشارا. المواليد الجدد في بروكسل الأغلبية منهم تم تسميتهم باسم محمد. هيئة الإحصاء البلجيكية الرسمية هي من أشارت إلى هذا الأمر وتحدثت بأن عدد المواليد الجدد الذين تم تسميتهم باسم محمد تخطوا 18,000 مولود، في حين أتى في المركز الثاني اسم جين برصيد 6,000 مولود. دعونا نلقي نظرة على الصورة التالية التي لدينا والتي تشير إلى هذا الأمر. محمد يتصدر قائمة الأسماء الأكثر شعبية للأطفال حديثي الولادة في بروكسل. طبعا الإسلام ينتشر بقوة في الأراضي الأوروبية، في العالم أجمع، في أفريقيا، في أمريكا الجنوبية. مركز بيو الأمريكية أشار في أحدث الإحصائيات له بأنه في عام 2060 بإذن الرحمن سيكون الإسلام هو الأكثر انتشارا في العالم أجمع. وبالرغم من الهجمة الشرسة لليمين المتطرف في القارة الأوروبية على الإسلام ومحاولات التشويه الكبيرة للغاية التي تطال المسلمين والتي تطال الإسلام، إلا أننا نشهد تزايد ومعدلات كبيرة في دخول غير المسلمين في الإسلام. لعل اللطمة الأقوى التي شاهدناها في الأيام الماضية من دخول الرهينة الفرنسية في الإسلام بعد أن قام مانويل ماكرون الرئيس الفرنسي حينها بالهجوم بقوة بقسوة على الإسلام والمسلمين والإدعاءات الباطلة التي خرجت منه لتشير بأن الإسلام مع الأسف الشديد يدعو للإرهاب، وأن هناك مساجد تحض على الكراهية وتدعو لما وصفها بالانفصالية الإسلامية، كلها إدعاءات وباطلة. حتى هذه الأمور رصدنا زفها في الفيديوهات التي خرجت لتشير لدخول عدد كبير من غير المسلمين في الإسلام من أبناء فرنسا. يعني فتاة فرنسية شاهدنا دموعها تنهمر وهي تنطق بالشهادة في مشهد كان لافت للأنظار على السوشيال ميديا وداخل أرجاء مواقع التواصل الاجتماعي. نعم، وفقا لهيئة الإحصاء الرسمية في بروكسل أو في بلجيكا والتي أشارت إلى أن اسم محمد يتصدر في عام 2021، أشارت إلى أن الأمهات اللاتي أنجبن أبناءهن، يعني الأغلبية منهم من أصول أجنبية غير بلجيكية، أو إنه البلجيكيات من أصول أجنبية حتى، لكن في النهاية تشير كل هذه المعطيات إلى أن الإسلام قادم وبقوة في بلجيكا، في فرنسا، في ألمانيا، في إيطاليا. بإذن الرحمن الإسلام والمسلمون نحو الأمام في ظل تلك الهجمة الشرسة التي يشنها اليمين المتطرف، والذي يشعر بعدم الأمان وحالة كبيرة من القلق جراء انتشار الإسلام المتزايد والأحاديث الباطلة التي تأتي من قبل الصحافة الأجنبية المعادية للإسلام. لا تقدر على أن تقف مثل هذه الانتشارات الواسعة للإسلام والمسلمين في القارة العجوز. طيب، على ذكر انتشار الإسلام دعونا نلقي نظرة على الكليب التالي الذي لدينا من موسكو العاصمة الروسية، حيث أدى المسلمون الصلاة هناك. ولكن قبل أن نلقي نظرة على هذا الكليب دعونا نشاهد ما كشفت عنه الإحصاءات الرسمية في العاصمة البلجيكية بروكسل. كشفت إحصاءات رسمية في بلجيكا أن اسم محمد تصدر قائمة الأسماء الأكثر شعبية للأطفال المولودين حديثا في العاصمة بروكسل في عام 2021. ووفقا لبيانات وكالة الإحصاءات البلجيكية الحكومية ستيتابول، تم في العام الماضي إجمالا تسجيل 18,430 طفل أطلق عليهم اسم محمد في بروكسل بطريقتين مختلفتين لكتابة هذا الاسم باللاتينية. ويتصدر اسم محمد بفارق كبير قائمة الأسماء الأكثر شعبية في العاصمة البلجيكية، فيما تعود المرتبة الثانية إلى اسم جان 6089 طفلة، والثالثة إلى اسم أحمد 4166 طفلة. وعلى مستوى البلاد يحتفظ اسم جان بالصدارة في القائمة 65,886 طفلة، بينما يتخذ اسم محمد إجمالا المرتبة الخامسة برصيد 47,723 طفل في العام الماضي. هكذا أشارت وكالة الإحصاءات البلجيكية الحكومية. طيب، نتجه إلى روسيا
حيث أدى المسلمون صلاة الجمعة الأخيرة وسط الثلوج، يعني أجواء طقس صعبة للغاية، لكن كان هناك حرص من جانب المسلمين على أداء الصلاة في ظل هذه الظروف في مشهد نال إعجاب كثيرين على السوشيال ميديا وتحدثوا عنه، خاصة أنه يأتي داخل موسكو. دعونا نشاهد. رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت. كما ترون أجواء صعبة وقاسية للغاية، لكن كان هناك حرص شديد وسط هطول الثلج الكثيف للغاية أن يؤدون صلاة الجمعة وهم تحت الثلوج في مشهد يثير الإعجاب ويظهر مدى حرص هؤلاء على أداء الصلاة. كل تحية لهم في ظل هذه الظروف والأجواء وفي ظل المعطيات أيضا من قبل إدارة فلاديمير بوتين الذي يعني نشاهد معه الجيش الروسي يعني يتوغل في الأراضي السورية سابقا، والطيران الروسي كان يقصف المدنيين في أوقات سابقة، ولكن نشاهد هؤلاء المسلمين لديهم حرص شديد على أداء الصلاة. برغم من كل تلك المعطيات شاهدنا بأنه فلاديمير بوتين كان له فيديو سابق في أحد المؤتمرات وهو يتحدث عن الإساءة للنبي المصطفى، وكانت مفاجأة لكثيرين أن يتحدث بوتين عن رفضه للإساءة للنبي المصطفى وأن هذا الأمر لا يعد ضمن إطار حرية الرأي أو التعبير، يعني في مشهد كان لافت للأنظار وتحدثوا عن أن بوتين يدافع عن رسول المصطفى في وجهه هؤلاء المسيئين للنبي عن طريق الرسوم الكاريكاتيرية، ومن ضمنهم أيضا مانويل ماكرون الذي قام بالدفاع عن تلك الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك موقف بوتين كان لافت للأنظار. طيب نذهب إلى أمر آخر، كان حديث لرواد مواقع التواصل الاجتماعي أبو فلة اليوتيوبر الكويتي بيصل إلى مبتغاه وإلى مراده ويقوم بجمع 10 مليون دولار مخصصة للاجئين الذين يعانون في ظل أوضاع طقس سيئة للغاية، درجات حرارة منخفضة وشديدة الانخفاض في مناطق النزوح. أبو فلة أراد أن يستغل تلك الشهرة التي حباها له المولى عز وجل. أبو فلة يوتيوبر كويتي معني بالألعاب الإلكترونية لفئة معينة من المراهقين، استطاع أن يحقق شهرة كبيرة في هذا المجال. نتحدث عن أن صفحته على اليوتيوب لديها أكثر من 23 مليون متابع، رقم كبير للغاية، لكن الأجمل هو استغلاله لشهرته تلك في أعمال الخير، في أعمال إيجابية بالتعاون مع المفوضية السامية للاجئين داخل الأمم المتحدة، يقرر جمع هذا المبلغ الكبير 10 مليون دولار. استطاع أبو فلة بمجهودات كبيرة للغاية وبمشاركة كثيرين له أن يقوم بجمع هذا المبلغ، ويستحق كل إشادة وثناء. قام بعزل نفسه أو وضع نفسه داخل غرفة زجاجية بجوار برج خليفة في مدينة دبي، وأعلن عن أنه لن يغادر هذه الغرفة إلا بعد أن يقوم بجمع المبلغ المطلوب. مشاهير السوشيال ميديا تضامنوا معه، بل إنه بنوك داخل الوطن العربي تضامنت معه وأعلنت عن تبرعها بمبالغ مالية كبيرة إلى أن وصلنا لعشرة مليون دولار. نجاح أبو فلة نجاح للمجتمع العربي، نجاح لكل اليوتيوبرز داخل الوطن العربي، كل تحية له. أيضا أعتقد بأنه بإذن الرحمن سيسير على نهجه كثير من اليوتيوبر والنشطين والفاعلين على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام المقبلة. أبو فلة بجمعه لمبلغ 10 مليون دولار وجمعه في السابق لمبلغ مليون دولار، وأيضا إنشاؤه للأبار وللمساجد في عدد من الدول الإفريقية، وأيضا محاولاته لزرع بذور الخير على السوشيال ميديا، أمر يستحق معه كل تحية. وحقيقي هذا الولد يعني من مواليد 1998، شاب صغير لكن له باع طويل على السوشيال ميديا، باع طويل في عمل الخير، أمر لافت للنظر. وما نستصغرش أي معروف أو أي مجهود يقدم في هذا الاتجاه، بالرغم من تخلي كثير من القادة والساسة عن
مساعدة هؤلاء النازحين واللاجئين، بل إنهم يتعرضون للعنصرية من قبل البعض، إلا أننا نشاهد أيضا وقفات مضيئة وبطولية تأتي بجانب هؤلاء اللاجئين السوريين، تجعلنا كما يقولون نرفع القبعة لهم، ونتمنى المزيد والمزيد من أبو فلة وكل صاحب رأي وكل صاحب صفحة قوية على السوشيال ميديا كي يقوم بأفعال الخير تلك بالنسبة للأمة العربية والإسلامية، لأننا في حاجة إلى أمثال هؤلاء. طيب، دعونا نلقي نظرة أيضا على الصورة التالية التي لدينا. أمام حضراتكم صراع قوي للغاية بالنسبة للمعارضة التركية والانتخابات التركية التي من المقرر إجراؤها في عام 2023 وبالتحديد في شهر يونيو. الصحافة الإخبارية تتحدث عن صراع حول الاسم المنافس للرئيس أردوغان في هذه الانتخابات، وعن مرشح حزب الشعب الجمهوري أحد أقوى وأشهر الأحزاب المعارضة داخل الدولة التركية. حزب العدالة والتنمية الحاكم قطعا مستقر على رئيس أردوغان. رئيس أردوغان يسير بخطى ثابتة في قيادة تركيا برغم من المعوقات والصعوبات، إلا أنه استطاع أن يحقق نجاحات كبيرة فيما يتعلق بالدولة التركية والصعود التركي وقوة تركيا في هذه الأيام، لكن مع الأسف الشديد هناك معوقات تتمثل في الوضع الاقتصادي، تتمثل في تذبذب في أسعار صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية. لكن ونحن نتحدث عن سخونة تلك الانتخابات، هناك أيضا صراع قوي للغاية بين زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشار أوغلو أو ما يصفون أنفسهم بالكماليين، ورئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو. حتى الآن لا يوجد استقرار على من هو سيكون مرشح حزب الشعب الجمهوري التابع لمصطفى كمال أتاتورك. أمام حضراتكم الصحافة تتحدث عن أنه هناك توجه داخل القنوات التابعة لحزب الشعب الجمهوري على دعم أكرم إمام أوغلو، في حين هناك صحفيين وإعلاميين يودون ترشيح كمال كليتشار أوغلو. كمال كليتشار أوغلو نزل فيها السابق ضد رئيس أردوغان لكنه مني بهزيمة ساحقة. محرم إنجا الذي أتى بعد كمال كليتشار أوغلو أيضا وكان مرشح لحزب الشعب الجمهوري هزم أيضا هزيمة ساحقة أمام رئيس أردوغان. بعض من التابعين للمعارضة يعولون على أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول لأنه استطاع أن يحقق نجاحا في انتخابات رئاسة البلدية الأخيرة أمام مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدرم، وكان مفاجأة لكثيرين، ولكنه في النهاية استطاع التفوق. لكن تشعر بأنه شعبية أكرم إمام أوغلو في تراجع كبير، خاصة مع ما أعلن عنه في الصحافة التركية بأن هناك ديون هائلة وكبيرة على بلدية إسطنبول بعد تولي هذا الرجل لرئاسة البلدية، كما أشارت الصحافة التركية وكما أشار حزب العدالة والتنمية الحاكم لمثل هذه الأمور، وأن الوعود والتعهدات التي قطعها قبل الانتخابات ومتمثلة في أنه الماء سيكون بدون مقابل مادي، اللبن أيضا أو الحليب سيكون بدون مقابل مادي، ولكن في النهاية تلك الوعود لم تتحقق على أرض الواقع، وهناك معضلات كبيرة فيما يتعلق بالدولة التركية فيما يتعلق أيضا بأهل إسطنبول بعض الشيء، وإن كانت هناك خطط ترمي من قبل الحكومة التركية لتسهيل الأوضاع المعيشية على المواطنين، لكن في النهاية حتى الآن لم يحسم الصراع داخل حزب الشعب الجمهوري فيما يتعلق باسم المرشح المنافس للرئيس أردوغان في هذه الانتخابات. هل سيكون كمال كليتشار أوغلو أم أكرم إمام أوغلو، خاصة بأن هناك أيضا أحزاب وليدة تحاول أن تدخل في حلبة الصراع سواء بالنسبة للانتخابات البرلمانية أم الانتخابات الرئاسية. حزب أحمد داود أوغلو الذي كان يعني أحد رجال أردوغان البارزين وكان وزير الخارجية التركي الآن يدخل حلبة الصراع، والآن تم قبول أوراقه فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية المقبلة. علي باباجان لم يقبل أو لم يستفي شروط الترشح كحزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة. محرم إنجا أيضا نفس الكلام، لكن في إطار كل تلك التحالفات يبقى الوضع حتى الآن يعني غير واضح الملامح بالنسبة للمعارضة التركية. طيب، دعونا نلقي نظرة أيضا على الصورة التالية لدينا.
في الصورة التالية سنشاهد ما تحدثت عنه الصحافة التركية بأن تركيا تعزي أفغانستان بضحايا الزلزال. وسائل إعلام أفغانية قالت إن 26 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم جراء الزلزال الذي وقع بإقليم بدجيز غربي البلاد، حيث قدمت وزارة الخارجية التركية تعازيها للشعب الأفغاني في ضحايا الزلزال الذي ضرب غربي البلاد. وأعربت الخارجية في بيانها عن حزنها لسقوط ضحايا في الزلزال مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني، أمر تشكر عليه الدولة التركية في ظل علاقات قوية الآن ومتينة بين تركيا وأفغانستان بعد أيضا تولي حركة طالبان للحكم. وهناك مشاورات ومحادثات كثيرة جمعت بين وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي ووزير الخارجية التركي مولود شاويش أغلو وذهاب عدد من رجال الأعمال الأتراك للدولة الأفغانية في سبيل أيضا الحديث عن مشروعات تخدم كلا البلدين وتعود بالفائدة على كلا الشعبين، أمر لافت للنظر. وإن هناك بالفعل حالة كبيرة من الود بين الحكومتين، وبإذن الرحمن ينعكس هذا الأمر على أرض الواقع في سبيل تحقيق مشروعات اقتصادية تحقق التقدم والرخاء بالنسبة للدولة الأفغانية التي تعاني كثيرا في هذه الآونة. طيب دعونا نلقي نظرة أيضا على الصورة التالية التي لدينا والتي سنشاهد معها أمر آخر تحدث عنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي. تركيا تدين هجمات بطائرات مسيرة استهدفت أبوظبي. تعلم حضراتكم بأن جماعة الحوثي أعلنت عن أنها قامت بشن هجمات ضد الدولة الإماراتية فيما يتعلق بمنشآت حيوية، تم ضرب يعني صهاريج للمواد البترولية واشتعلت فيها النيران، وهذا الأمر أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين جراء الانفجار. تركيا تدين تلك الهجمات التي تم تنفيذها بطائرات مسيرة واستهدفت العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث ذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية عن إدانة تركيا لتلك الهجمات التي تم تنفيذها بالطائرات المسيرة على العاصمة الإماراتية أبوظبي، ودعا البيان بالرحمة لمن فقدوا حياتهم في الهجمات، وتقدموا أيضا بالتعازي لأسر الضحايا وللإمارات حكومة وشعبا. يمكن جماعة الحوثي قامت بكيل تلك الهجمات على منشآت حيوية على صهاريج للمواد البترولية ما أدى إلى اشتعالها. أيضا المتحدث باسم جماعة الحوثي أشار إلى استهداف مطار أبوظبي، وهذا الأمر جعل هناك حالة كبيرة من الإدانة على مواقع التواصل الاجتماعي في الدول العربية ووقوف بجانب الدولة الإماراتية التي تعرضت لتلك الهجمات. أيضا الدولة التركية وعبر بيان الخارجية التركية أشاروا إلى تضامنهم الكامل مع الدولة الإماراتية في ظل قطعا يعني عودة للعلاقات مرة أخرى بين كل من تركيا والإمارات، والزيارة المرتقبة بإذن الرحمن التي ستكون في شهر فبراير المقبل والتي ستجمع رئيس أردوغان بالشيخ محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي بعد لقاء تم فيها السابق بالعاصمة التركية أنقرة. وشاهدنا إعلان مع هذه الزيارة عن صندوق استثماري للإمارات في تركيا بمبلغ وقيمته 10 مليارات دولار. نتحدث إذن عن وقوف تركيا وإعلان تضامنها مع الإمارات، خاصة وأنه في ظل أحاديث كثيرة عن رغبة إماراتية في الحصول على الطائرات المسيرة التركية. وهل بالفعل يمكن لتلك الطائرات أن تحدث تغيرا جديدا في اللعبة مع الحوثيين، خاصة بعد قيام جماعة الحوثي باستهداف واضح للمملكة العربية السعودية ولدولة الإمارات العربية المتحدة في الآونة الأخيرة؟ أمر يكشف عن أنه إذا ما تدخلت تركيا ودعمت الإمارات والسعودية بتلك الطائرات المسيرة بايراكدار وكينجي فإن قواعد اللعبة ستتغير، لأننا شاهدنا تلك الطائرات المسيرة والنجاحات الكبيرة التي حققتها في إقليم كارباه والصراع الذي كان يدور بين كل من أذربيجان وأرمينيا، وتفوقت أذربيجان ضد نظيرتها أرمينيا، وتفوقت منظومة السلاح التركي على منظومة السلاح الروسي في هذا الصراع، بل إنه حتى الشمال السوري والتدخل الأتراك
في الشمال يبدو بأنهم وقفوا حجرا عسرة أمام روسيا وأمام نظام بشار الأسد في التوغل نحو مزيد من الأراضي السورية. نفس الكلام ينطبق على الوضع في ليبيا، نفس الكلام ينطبق على الوضع في قطر، نفس الكلام ينطبق على التوسع التركي في القارة الإفريقية وفي دول البلقان. يبدو بأن تركيا تتجه نحو قوة شاملة من ناحية الصناعات الدفاعية والأسلحة التركية التي أصبح لها سوق رائج بشكل كبير للغاية كما أشارت الصحافة الأوروبية. دعونا نلقي نظرة أيضا على الصورة التالية ونحن نتحدث عن تلك الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على دولة الإمارات العربية المتحدة. الجزائر تعلن عن تضامنها وعن دعمها للدولة الإماراتية. الجزائر وعن طريق بيان للخارجية الجزائرية تدين فيه تلك الهجمات التي استهدفت مطار أبو ظبي الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مخلفة تلك الهجمات على أيضا صهاريج للمواد البترولية 3 قتلى و6 من الجرحى. بيان الخارجية الجزائرية يعرب عن تضامن كامل مع الدولة الإماراتية. يمكن كان فيها السابق توتر في العلاقات بعض الشيء بين الإمارات وبين الجزائر، لدرجة بأن الإمارات اتخذت قرارا يقضي بعدم حصول الجزائريين على تأشيرة دخول الأراضي الإماراتية، ولكن نحن نشهد بأن هذا البيان يأتي في إطار روح الود والعلاقات الأخوية بين كل من الجزائر والإمارات. نشهد حقيقة وقوف عربي بجانب الإمارات في ظل هذه الهجمات التي قامت جماعة الحوثي بشنها، ونتمنى دائما بأن تشهد العلاقات الجزائرية الإماراتية وعلاقة الجزائر بكل الدول العربية وعلاقة الدول العربية بالجزائر مزيدا من التعاقي وأن تنتهي تلك الخلافات، لأننا شاهدنا موقفا مشرفا في السابق لدى الدولة الجزائرية فيما يتعلق بمسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني، ورئيس تبون خرج ليقول وليتهكم على من يهرولون ناحية التطبيع مع الكيان الصهيوني ويهاجمهم. لذلك موقف الجزائر كان موقف ثابت ومشرف، وأيضا موقفها ثابت ومشرف فيما يتعلق بالاعتداءات الحوثية على دولة الإمارات العربية المتحدة. طيب دعونا نلقي نظرة أيضا على الصورة التالية التي لدينا. سنشاهد فيها الصورة التالية الملا يعقوب نجل الملا عمر وهو يسير برفقة مجموعة من العسكريين في مشهد كان لافت للأنظار على السوشيال ميديا، وتحدثوا عنه وعن نية حركة طالبان في تشكيل جيش قوي يرضع الجميع، جيش قوي قادر على حفظ السيادة، جيش معه تتحقق الطموحات والآمال بالنسبة للشعب الأفغاني. يمكن كان الجميل من حركة طالبان هو تعهدتها بأنه الدولة الأفغانية لن تكون محطة للأعمال العدائية لأي دولة من دول الجوار أو لأي دولة في العالم، لكن لديهم حرص وتجديد على الدفاع عن كل ذرة من تراب الوطن الأفغاني، وهو ما تحقق حتى في كثير من الوقائع التي حدثت في الأيام والأسابيع والشهور الماضية، سواء في اشتباكات مع حرس الحدود الإيراني وتلقين حرس الحدود الإيراني درسا قويا وقاسيا من قبل عناصر حركة طالبان، أو حتى في الاشتباكات التي دارت مع حرس حدود دولة تركمانستان، حيث اعتدى حرس الحدود التركماني على أحد المواطنين الأفغان، ما جعل بين قوسين وكما أشار نشطاء السوشيال ميديا إلى قيام قوات حركة طالبان بتأديب هؤلاء لأنهم قاموا بقتل مواطن أفغاني دون وجه حق كما أشارت السوشيال ميديا. لذلك نشطاء السوشيال ميديا احتفوا بتلك الصورة ورأوا بأنها تغيظ الأعداء ورأوا بأنها تسبب إزعاج للأعداء، وتذكروا المواقف التاريخية الكبيرة لقادة حركة طالبان في نضالهم ضد الاتحاد السوفيتي ضد الاحتلال الأمريكي، وأنهم برهنوا وأثبتوا بأنه بالحفاظ على كتاب الله والتوكل على المولى عز وجل والأخذ بالأسباب قادرين على دحر أقوى وأعتى الإمبراطوريات العالمية، وهو ما حدث على أرض الواقع وشاهدنا بالفعل حركة طالبان أو الشعب الأفغاني. نحن نتحدث عن نضال طويل في السابق ضد الاتحاد السوفيتي، كان أبطال أفغانستان هم من يتولون أليات الصراع تلك وهم من يتولون الجهاد والدفاع عن الأراضي الأفغانية، وبالفعل طالبان
أتممت وأكملت رحلة الكفاح والنضال الطويلة تلك ضد المحتل الأمريكي، وهم الآن في مرحلة البناء بعد الكفاح ضد المستعمر. الآن نتحدث عن آليات جديدة للبناء داخل الدولة الأفغانية. ونحن نتحدث عن مرحلة البناء ووضع ضوابط وقواعد داخل المجتمع الأفغاني. أمام حضراتكم صورة انتشرت بشكل كبير للغاية على السوشيال ميديا بعد قيام 20 امرأة بالخروج في تظاهرات ليعبرن في تلك التظاهرات عن رفضهن لمع الأسف الشديد دعوة حركة طالبان للمرأة الأفغانية بارتداء الحجاب. كان أمر لافت للنظر بأنهم بالفعل خرجنا في مخالفة للأعراف الأفغانية وللتقاليد وللقيم الإسلامية كي يتظاهرنا ضد الحجاب. أمر غير معقول وغير مقبول أن يحدث من هؤلاء المسلمات. يعني تم حديث في السوشيال ميديا عن أنه هؤلاء السيدات توجهنا بإهانة للحجاب، وهذا الأمر كان معه حالة كبيرة من الغضب على السوشيال ميديا. لذلك نشروا الصورة تلك أمام حضراتكم بأنه قبل تواجد حركة طالبان أصلا فيها الحكم والمرأة الأفغانية ترتدي الحجاب أو البرقع أو النقاب كما يظهر على الشاشة، لأنه هؤلاء هجموا الحجاب وأشاروا إلى أن الحجاب عادة العرب وأنهم لا يتفقن مع الحجاب ويرفضن ارتداء الحجاب، وكالوا هجمات قوية وكبيرة للغاية ضد حركة طالبان. طبعا حركة طالبان يعني حاول تفريق تلك المظاهرة باستخدام رذاذ الفلفل دون اعتداء على السيدات. نعم نحن مع حرية الرأي والتعبير وحرية التظاهر، ونتمنى ألا يحدث مطلقا أي إساءة إلى أي سيدة من السيدات حتى وإن كان توجهها يعني مسيء للحكومة الأفغانية أو مسيء للنظام، لكن في النهاية أنا أتحدث عن قيم إسلامية رفضها كل أبناء الشعب الأفغاني، ورفضوا توجهات تلك المظاهرة والمطالب التي تنادي بها، وهجموا تلك المنظمات الحقوقية التي خرجت لتدافع عن توجهات هؤلاء، وأشاروا إلى عدم تواجد تلك المنظمات الحقوقية من الاعتداءات المتكررة على المرأة المسلمة التي ترتدي الحجاب في الأراضي الأوروبية وفي العالم الغربي. يعني نشاهد صور التي يقولون عنها بأنها للسيدة مريم ترتدي فيها الحجاب، لماذا إذن يوجهون سهام الانتقاد للمرأة المسلمة التي ترتدي للحجاب؟ أمر مخالف للفطرة بالأصل. يعني نشاهد حتى الراهبات لديهم يرتدين الحجاب أو ترتدين الحجاب. مع الأسف الشديد لماذا إذن يعاب على المرأة المسلمة حينما ترتدي الحجاب؟ أمر غير معقول وغير مقبول. دعونا نلقي نظرة على الصورة التالية التي لدينا لأحد التقارير الفرنسية، ونحن نتحدث عن حرية المرأة وعن أن المرأة مصانة في الإسلام وفي الدول الإسلامية مقارنة بالعالم الغربي وبالدول الأوروبية. تقرير فرنسي يشير إلى أن 100% من النساء تعرضن للتحرش في وسائل النقل بالعاصمة الفرنسية باريس. 100% من النساء تعرضن للتحرش في وسائل النقل بالعاصمة الفرنسية باريس. ألا يعد هذا الأمر انتهاكا قويا وصارخا لحقوق المرأة يجعل تلك المنظمات الحقوقية والنسوية تنتفض من أجل الدفاع عن المرأة؟ يعني الحمد لله ليس لدينا مثل هذه المعدلات الكبيرة من التحرش بالسيدات في معظم وأغلب الدول الإسلامية، لكن نشاهد فرنسا التي تتحدث عن حرية المرأة وأن المرأة مقموعة ومقهورة في ظل الإسلام. هذا التقرير الفرنسي الصادم والكاشف لحقيقة إهانة المرأة في فرنسا، بل إنه حتى في الأبحاث العلمية أو الأبحاث العلمية التي تتحدث عن ظهور المرأة في التلفزيون وفي المضامين الإعلامية، أتحدث في كليات الإعلام المرموقة، يتحدثون عن أن المرأة تستخدم كسلعة. يعني أي إعلان يشاهد في التلفاز إعلان
لسيارة، إعلان لعصير، إعلان لمطعم، إعلان لمعرض، تأتي معه امرأة أو فتاة جميلة يتم إغراء المشاهد بها في سبيل تشجيعهم على الحصول على تلك السلعة التي لا تمت للمرأة بصلة أو بعيدة عما يعرض. لكن في النهاية نحن نتحدث عن استخدام للغرائز ولإثارة الغرائز في سبيل تشجيع المشاهد على الحصول على تلك السلعة. يرى إذن علماء الإعلام بأن هذا الأمر يدلل على إهانة للمرأة وأنها تستخدم كعنصر جاذب ومثير لشراء تلك السلعة، ما يعني امتهان كرامة المرأة مع الأسف الشديد. إذن نحن نتحدث عن إنه المرأة مصانة في ظل الإسلام وفي ظل دول الإسلامية إذا ما اتبعت قطعا الشريعة، وأنها مهانة في ظل هذه الدول التي تدعي زورا وبهتانا بأنها تدافع عن حقوق المرأة حينما تقوم بالهجوم على الحجاب. دعونا نلقي نظرة أيضا على الصورة التالية التي لدينا. فيها الصورة التالية، طيب طبعا هذا التقرير يعني يتواجد في كل دول العالم الغربي نسب مرتفعة من الاعتداء على السيدات وجرائم كبيرة تحدث بحقهن، وهذا الأمر رصدناه في الولايات المتحدة الأمريكية. هذهب مع حضراتكم إلى صورة أخرى وحديث أخرى على السوشيال ميديا عن دعم حركة طالبان للرياضة داخل الدولة الأفغانية، وهذا الأمر مرصود في الاحتفاء بالفريق الفائز بدوري كرة القدم الأفغاني. يعني حركة طالبان كانت هناك حديث كثيرة عن أنها ستقمع الشعب الأفغاني والشباب الأفغاني وأنها ستمنع الرياضة وأن الرياضة محرمة لدى حركة طالبان، ولكن على أرض الواقع هذا الأمر مثل ادعاءات باطلة وكاذبة بحق الحركة. وهذا الأمر تم رفضه في احتفاء حركة طالبان بالفريق الفائز بدوري كرة القدم الأفغاني. أمام حضراتكم هذا الفريق وهو فريق كروان. فريق كروان هو الذي فاز بدوري خوست الممتاز الذي انطلق في نادي أماني الوطني خلال الشهرين الماضيين وانتهى بفوز فريق كروان. وأمام حضراتكم لحظة تكريم الفريق الفائز. فريق المجاهدين أتى كوصيف في هذه البطولة وتم الاحتفاء به. لكن من خلال تلك المشاهد نبين بأن حركة طالبان ضد الأمور الخارجة عن القيم الإسلامية. حتى ما شاء الله يعني أحذية اللاعبين يعني نايك وأديداس، يعني يبدو برضو بأنه هناك اهتمام كبير بهؤلاء اللاعبين، ما يعني بأنه حركة طالبان لا تحارب الرياضة ولا تحارب يعني الترفيه المباح، وشاهدناهم حتى يتجولون في مدينة الملاهي والألعاب وتم أخذ العديد من الصور، ما يعني بأنها تتضامن وتتضافر جهودها مع جهود الشعب الأفغاني في سبيل أن ينعم المواطن بمزيد من الاستقرار والرفاهية بإذن الرحمن، وهذه الصور تدلل على هذا الشيء. دعونا نلقي نظرة أيضا على الصورة التالية التي لدينا، واللعيبة هي يعني لابسة ماركات هامل وكده عاملين شغل عالي. دعونا نلقي نظرة أيضا على الصورة التالية التي لدينا، سنشاهد فيها الصورة التالية جانب أيضا من تكريم هؤلاء اللاعبين واستعداداتهم للحظة بدء المباراة في إطار الدوري الأفغاني لكرة القدم تحت رعاية من المسؤولين بحركة طالبان الذين يقدمون أيادي الدعم للشباب الأفغاني في مختلف المجالات. شاهدنا صور سابقة أيضا لإحدى المسابقات الرياضية وحضور جانب وعدد من المسؤولين الأفغان التابعين لحركة طالبان لحظة تكريم الفائزين وتسلم الكأس والميداليات، وكان أمر لافت للنظر وأبرز يعني مثال ورد حي على الإعلام الأوروبي الذي يتحدث عن قمع حركة طالبان لهؤلاء الشباب ورفضهم للصور التي أتت داخل مطار كابول والتي تظهر كثير من الشباب والفتية وهم يحلمون بالذهاب خارج الأراضي الأفغانية وكأنهم يهربون من حركة طالبان التي تحدثوا عنها زورا وبهتانا بأنها ستقوم بقتل هؤلاء الشباب لأنهم يمارسون كرة القدم، وهو أمر نفته حركة طالبان
ودللت عليه بتلك الأنشطة. دعونا نلقي نظرة أيضا على الصورة التالية التي لدينا. سنشاهد أيضا في الصور التالية مزيدا من الأحداث التي تبين وتبرهن على أن حركة طالبان تدعم الشباب الأفغاني في مختلف المسابقات الرياضية. أمام حضراتكم مسابقة المصارعة والتي حدثت داخل الدولة الأفغانية، مسابقة جمعت الشباب، جمعت الجماهير الحاضرة والتي أرادت أن تشاهد هذا التنافس القوي والشرس بين الشباب الأفغاني، وأتي أيضا تحت رعاية من حركة طالبان وإبراز لهذه الأحداث من قبل وسائل الإعلام الأفغانية التابعة لحركة طالبان، والتي برهنت على حرص شديد من جانب حركة طالبان على دعم الرياضة والرياضيين داخل الدولة الأفغانية، وأنها تلتحم بشكل قوي وكبير للغاية مع أبناء الشعب الأفغاني في مثل هذه الأحداث والمسابقات. دعونا نلقي نظرة على تلك الصورة والصورة التالية التي لدينا والتي تأتي من هذا الحدث. سنشاهد في الصورة جانب من الصراع القوي الذي حدث بين اثنين من المصارعين الأشبال في إطار الود والمحبة التي تجمع الشعب الأفغاني والرياضة الجميلة التي تقرب ما بين أبناء الشعب الواحد والشعوب المختلفة، وحالة تدلل على السعادة لدى وجوه الأطفال والشباب والكبار بمتابعة مثل هذا الحدث بين الأشبال أو الناشئين أو الشباب في رياضة المصارعة. الزي الأفغاني التقليدي حاضر، المشايخ حاضرين، يعني حالة من التسامر والود والترفيه الجميل لدى الدولة الأفغانية ولدى الشعب الأفغاني، وتلك اللعبة الشعبية داخل الأراضي الأفغانية، لعبة المصارعة. أمر رائع للغاية، ونحن نشاهد بأنه حركة طالبان يعني لديها تحديات كبيرة وظروف اقتصادية صعبة، إلا أنه الشعب يحاول أن يخرج في إطار تلك الصراعات والضغوطات ليعيش حياته كما يريد وفقا قطعا للقيم الإسلامية والشريعة الإسلامية. دعونا نلقي نظرة أيضا على الصورة التالية التي لدينا. سنشاهد في الصورة التالية أيضا الإعلان من قبل حركة طالبان عن أنها بصدد إنشاء مشروع، ولكن هذه الصورة قطعا جزء من هذا الحدث الرياضي الذي تابعه كثيرون، متعلق بالمنافسات القوية التي دارت بين أشبال وشباب أفغانستان في لعبة المصارعة، وتظهر حالة أيضا من الود والسعادة. طيب دعونا نلقي نظرة أيضا على الصورة التالية التي لدينا. سنشاهد فيها الصورة التالية التي لدينا أحد المشاريع الكبيرة التي أعلنت عنها حركة طالبان والتي ستقوم بإنشائها، إنشاء سد أمام حضراتكم. شركات الإعمار تقوم ببناء هذا السد، حيث بدأت أعمال مشروع بناء سد ميانكو في ولاية قندهار، في ولاية قندهار أمام حضراتكم، حيث تمت عملية مسح السد في العام الماضي بتكلفة تزيد عن 16 مليون أفغاني، والتي يتم دفعها من قبل وزارة المالية. يعني أمام حضراتكم جانب من أعمال مشروع بناء سد ميانكو في ولاية قندهار، والعمل يسير على قدم وساق والمعدات تتواجد، وبإذن الله يكون سد الخير بالنسبة للدولة الأفغانية. حركة طالبان يعني لا تدخر أي مجهودات في سبيل إحداث حالة من النهضة الحقيقية بالدولة الأفغانية، وهو أمر نشاهده يحدث كثيرا في الآونة الأخيرة، الإعلان عن مشروعات قومية كبيرة للغاية من قبل حركة طالبان، وسعي حثيث وكبير من جانبهم من أجل الحصول على الأموال المستحقة لديهم والمتواجدة في البنوك الأمريكية، خاصة مع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن عقوبات فرضت على حركة طالبان وعلى الشعب الأفغاني بالحجز على تلك الأموال، لأنها لا تعترف بحركة طالبان ولا تعترف
بمن أراد الشعب الأفغاني أن يجعله في سدة الحكم، ما يعني بأن لديها غيظ شديد وحقد كبير على الدولة الأفغانية وعلى حركة طالبان بعد أن طردت من هذه الأراضي التي كانت تقوم باحتلالها وحتى الآن تقوم بالحجز على هذه الأموال. ولكن حركة طالبان تقوم بمثل هذه المشروعات في محاولة منها لتحسين الوضع المعيشي والاقتصادي بالنسبة للمواطنين. وصلت مع حضراتكم أحبائي المشاهدين لختام حلقة الليلة من برنامج رأيي، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.